شكرا للزميل محمد العتيبي. كابتن يعني احدى فعاليات الرالي ممتع. 2008 كان هناك الاف الجماهير وانت شاهدت في رالي الشرقيه، يبدو انه لعبه جماهيريه، الجمهور يحب اللعبه. اكيد يحب اللعبه، وانا دائما اقول ان يمكن جمهور رياضه السيارات المحركات اكثر من جمهور رياضه كره القدم. كلام خطير. كلام خطير، بس انا بوجهه نظري يعني احنا لو نشوف تقارير يمكن نتكلم بالمنطق، نشوف كيف لو صار مثلا بغض النظر ان الفعل خاطئ او صح. انا شفت تقرير ذاك اليوم على CNN، سياره تفحط في الشارع وكان طلع الجمهور عالم يعني يتفرجون، وكانوا يطلعون قدام السياره وصار يصدمهم وحوادث، فتصير كلها حوادث وفيها وفيات كثيره. فانا اشوف كيف ان الجمهور يعني ما قد شفنا مثلا جمهور في كره القدم ينط من المدرجات على الحارس مثلا او على بس نشوف في رياضه المحركات انه يطلع الجمهور على السواق يعني في الرالي ويطلع عليه في الطريق يعني. واخرتها يمكن رالي داكار صار فيه مثلا في الراليات الجمهور اللي يقرب عند المراحل اللي فيه لها حدود اللي يتعداها مثلا يصير منطقه خطره والجماهير تتقرب وتجي للرياضه هذه. يعني انا اقول ان رياضه المحركات يعني لو تجي لاي شباب، يمكن انا اتكلم اي ولد صغير تلقاه دائما يشتري سياره نقول قبل الكوره. نعم. يمكن كوره اذا بغى يكبر شوي وبدا يتحرك صار يسوي كوره، بس اذا هو صغير تلقى عنده سياره. فكل الشباب انا اقول انهم هوايتهم لهم في السيارات، لهم في السيارات أي. فلازم بغض النظر انه ما مارست الهوايه، اكيد لو الكوره تسكر التلفزيونات وتسكر الملاعب ما شفت الجمهور، قلت والله ما عندنا جمهور كوره. اكيد بعد نفس الكلام اذا سكرت الراليات وسكرت فعاليات السيارات اكيد، وبعد منعت بيعها من المحلات سيارات صغيره الالعاب بتشوف عيالنا ما معهم. لا بس بالتاكيد هي يعني رغم ندره اقامه هذه البطولات في المملكه، لانها اي بطوله تتواجد بالالاف. يعني التطعيس مثلا في هاف مون ان اكثر من 25,000 حاضر، يعني الراليات 2008 يقدر بفوق 30,000 اللي حضروا السباق. مثال عندنا في كان فعاليه لفريق ريد بول سواها في السعوديه في الرياض يعني في الثمامه، كانت الخط ترابي عشان تمشي توصل الفعاليه تقريبا 12 كيلو، المتفرجين 35,000، يعني تمشي تراب تكسر سيارتك 35,000. انا ما ادري الملعب كم يشيل، يمكن الملعب يمكن يشيل 30,000 او 35,000 تقريبا ولا، وكيف الدعايات اللي تصير للكوره يعني. وهذيك الفعاليه ما حد كان يعرف عنها، لو عرفوا كلها اتوقع يمكن الشعب كله ترك شغاله وجاي يتفرج. يعني لا انا اقول يعني جميل هذا لما يكون في جمهور وفي اهتمام جماهيري، هذا يشجع المتسابق اكثر ان يبذل جهود اكثر حقيقه، لان اللعبه ليست منسيه كما هي في بعض الالعاب يسمونها العاب مظاليم، ليس هناك جمهور، ليس هناك اعلام، وبالتالي اعتقد انه مقومات ظهور ابطال في هذه اللعبه متواجده بوجود الجمهور. اكيد وموجود الفعاليات يعني اتوقع يمكن قبل لان اذا ما في فعاليه كيف بيشارك المتسابق. جميل. كابتن انت صرحت انه بعد رالي الشرقيه ستتجه الى المنافسات الاوروبيه وستنافس، هو يعني تصريح للاعلام ام بالفعل هناك واقع واهداف يسعى يزيد الراجحي لتحقيقها؟ لا انا ما قلت حنافس. نعم. حتشارك حشارك. نعم. بس اذا تبغاني احقق شيء في بطوله العالم يبغى لي اقل شيء 3 سنوات. يعني اذا انت تروح تنافس في بطوله العالم تنافس سواقين التوب ليفل، يعني عصاره العصاره يعني من السواقين اللي تتكلم يعني عند اذا في المنعطف خطا واحد انتهت المسابقه او المرحله عندك. فتتكلم عن سواقين يعني هاي ليفل ومستوى عالي من القياده، فاكيد ان بروح انا ان شاء الله وبترك بطوله الشرق الاوسط، ما راح اتركها لفتره يعني. نعم. راح اتركها اروح اطور نفسي في بطوله العالم، وان شاء الله اذا قدرت احقق المراكز اتوقع انا ان شاء الله خلال 2-3 سنوات في بطوله العالم ان شاء الله كلها ان شاء الله باذن الله بعد 3 سنوات على منصات التتويج. بعدها نجي هنا ان شاء الله ونصير نشارك خارجيا وداخليا على الليفل العالي، ونقدر اننا ان شاء الله نمثل المملكه افضل تمثيل. جميل جدا، سأعود لك كابتن يزيد، ولكن معي الهاتف الاستاذ ايليل سمعان وهو مدير الفني للبطوله وهو اشهر من علم
أم في هذه اللعبة كمحلل وأيضا كمتابع للراليات؟ مساء الخير أستاذ إلي. مساء النور. يعني أول شيء ننتهز الفرصة نحن في القناة الرياضية السعودية ونرحب فيك، وأنت حقيقة علم من أعلام هذه السباقات وأيضا إضافة إلى كبيرة في خصوصا البلدان العربية. أستاذي في البداية أسألك عن التجربة التي كنت فيها في عام 2008 باستعدالاتها بالتنظيم أيضا بمراحلها المنتهية، و2010 كيف وجدت الفارق تنظيميا على الأقل حتى الآن؟ سنة 2008 كنا تقريبا مؤهلين نكون من بطولة الشرق الأوسط تحت رعاية الـ FIA، وبعد الجهد الكبير الذي أبذلته المملكة العربية السعودية في التنظيم أعطتنا الـ FIA أن نكون من ضمن بطولة الشرق الأوسط هذه السنة. وهذه السنة تنطلق رالي الشرقية الذي يشكل الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط من مدينة الملك فهد الساحلية بشاطئ نصف قمر الحافمون نسميه، ويقام هذا الحدث تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الشرقية، وهو أيضا رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي. الاتحاد السعودي للدراجات والسيارات برئاسة المهندس مشعل السديري وضع اللمسات الأخيرة على المسارات التي تتكون من 12 مرحلة خاصة، وهي تقريبا نفس المراحل التي استخدمت في سنة 2008، ولكن في بعض التعديلات وفي مرحلة خاصة جديدة أدخلناها هذا العام. يوم الثلاثاء هو اليوم الأول من انطلاق الرالي، وينطلق رسميا من مدينة الملك فهد الساحلية، ويلي الانطلاق الرسمي مرحلة استعراضية تقريبا بطول 2000 كيلوين ونص، وبعد المرحلة الاستعراضية يتبعها يومي الأربعاء والخميس من منافسات شديدة على تقريبا 12 مرحلة الخاصة. نعم أستاذ ليل، تتوقع يعني من خلال خبرتك في هذه السباقات من ينافس على الـ على الـ على البطولة؟ نعم حاليا أبرز المرشحين يعني للفوز على أرضه وجمهوره البطل السعودي يزيد الراشحي على متن سيارته بيجو 2007 الذي فاز في رالي الجولة الثالثة في المملكة الأردنية الهاشمية وحصل على 10 نقاط. ولكن المنافسين لكابتن يزيد عندك البطل ناصر صالح العطية من قطر ومسفر المري، وأيضا الشيخ خالد القاسمي والشيخ حمد أيضا من قطر، وأمجد فراح من المملكة الأردنية. يعني المنافسة هتكون حادة وشديدة بين 8 أشخاص، بس متأملين أنه يعني الفوز دائما في الراليات الفوز عند انتهاء المراحل الخاصة آخر يوم، عند انتهاء المرحلة الخاصة الأخيرة تعرف النتيجة. بس إذا ما صادت أي مشاكل أظن المنافسة حتكون بين ناصر يزير ومسفر الأسماء اللي ذكرتهم. جميل جدا. نعم يعني أيضا نشكر جميع الجهات اللي قاعدة تساعد إبراز رالي الشرقية من جميع الحكومة، يعني بالنسبة يعني عندنا الأمبلس أو الإسعاف، عندنا الإطفاء، عندنا أشياء كثيرة يعني موفرة من أمير منطقة الشرقية. فيعني في جهود كثيرة تبذل لنجاح هذا الحدث، وأنا أتمنى إن شاء الله أن يعني كل الأمور تمر على سلامة بدون أي حوادث. أستاذ يليل سمعان المدير الفني للبطولة، شكرا جزيلا لك. أستاذ يزيد، يعني معظم المنافسين في الخليج ولك خبرة في مثل هذه السباقات، وبالتالي يعني لن يكون سهل بالتأكيد.